طيب يا اخوان، هنا 1993 وهنا 93، هذا ماشي 19000 كيلو وهذا ماشي 65000 كيلو، كلها بحاله الوكاله. راح تنزل في موقع المزاد، موقع صفقه دوت اس اي. اللي بيسال كم السعر، ادخلوا على المزاد يا اخوان، موقع الكتروني. السيارات موجوده في الامارات لكن نصدر لدول الخليج، وتدخل السيارات لدول الخليج في اي دوله. هذاك 19 بحاله الوكاله، حتى سبير وكفرات، وهذا كفرات وكل شيء. ف اللي عنده رغبه يتواصل، والشباب ما راح يقصروا معي ان شاء الله. هذا له فيديو لحاله وهذا له فيديو لحاله، ولكن اي سؤال اي استفسار حياكم الله يا اخوان، ونشوفكم على خير. لا تدور مره، داخليه، صبغ، ممشى، كل شيء. هذه نظرة على السريع، اسمع صوت الماكينة، ما شاء الله تبارك الله، ماكينة صافية. شوف الموية بعد، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. يلا تشوفوها في موقع المزاد يا شباب.